ألفاظهم وألحاظهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا صاحب سيف شبك انك بسيار عبدي مدر نوع يتوار بين توزلان وتخالوان ترياضان بسر حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقات من كل ما يخالف المعرفة من كل ما يخالف الحقيقات من كل ما يخالف العزامة يا أرحم الراحمين. هدانا متاني كلمتاني شهادتان عندك يا رسول الله وهي لنا ودية قيامك يا رحمة للعالمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. وفي الأمر إلا الله إن الله باسر بالعباد. رابطه الشريفة connect your heart to Shafa. فاتحة الشهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
محمد وسلم. ولم نشرح الشر بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا فرغت فانسب إلى ربك فارغب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا فرغت فانسب إلى ربك فارغب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع اليسر يسرا إن مع اليسر يسرا فإذا فرغت فانسب إلى ربك فارغب الله. إخلاص الشهر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى كل نجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والغيب الصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وإلى مشايخنا من تركة نقشبندية الأنبياء حضرتنا الروحي إمام تركة الحالي كبرت نقشبند محمد ويس البخاري سلطان أمنية شاب الله فايز داستاني أبو فكرة سيد جواد رباني سلطان أمنية قبلة الإسلام صاحب الزمان شيخ سلطان مولانا محمد ناظم عادل الألكاني حد مهاجرني لعبد الحالي كوجواني صاحب السيف شاب عبد الكريم الكبرس الرباني صاحب صدتنا والصدقين. الفاتحة. علمناه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على بذكر الله تعمين قلوب بلا الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حافظ يا Yeah.
ملك يا الله يا ملك يا ملك يا ملك يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله 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 يا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى صلينا على كل نجمين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات وعلى أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات وعلى أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلق محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعلى سبيل السلام لما متاكين وعلى أولياء الصالحين شيخنا في تركة نقشبنة العالية قدس وزكي ومباركات الله تعالى بركاته مفيداتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم سبحان ربي العلي الوهاب ومتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا الجنة فإنه من ينزلها وارحمنا يوم يشفى الخلائق فترحمها اللهم زدنا زيادته في كل سنة ولا تجعلنا من غفلة سنة اللهم لا تجعلنا في مجزحنا فصفت وتبدأ ونسل بها وسكد به مداية مغفرة أيوبا اللهم إنه كان حاضر لفضله رحمه الله اللهم ارحمنا داسنا من أصحاب القبور ووافقنا إذا الزهور اللهم جعلنا على ذلك الزاكرين ولي مايك الشاكرين اللهم اكفنا شر الظالمين
وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم جلنا حسن نبي الشفيق يوم القيامة مقام رفيع. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة حنية منية بعده ومن تحت لوائه غدا. اللهم ارحم لأبائنا وأهلنا وشكر علينا وسل أجر هذا الخير في هذه الليلة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi, all praise are due to you. May your peace and blessings be on the Holy Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, and his family and his companions. Ya Rabbi, please bless our Grand Sheikh Sultan Aliya, Sheikh Maulana Muhammad Nazim al-Dakani. Ya Rabbi, please bless our Sheikh Saib Hussein, Sheikh Al-Qim al-Qibris, Ya Rabbi. Ya Rabbi, raise them to higher and higher and highest stations. Ya Rabbi. Ya Rabbi, give long life, healthy life, strong life to Sheikh Luqman Effendi. Ya Rabbi, make us to be better ones to him. Ya Rabbi, make us to be better ones in this way. Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking you in this holy night of Laylatul Qadr. Ya Rabbi, to please make us to be your good servants. Ya Rabbi. Direct us to be as your good servants, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we ask you to forgive us in this night, Ya Rabbi. We're asking you to accept our tawbah in this night, Ya Rabbi. Ya Rabbi, in this night, we're asking you to take the zulm away, Ya Rabbi. Not to count us as being zalims, Ya Rabbi. Ya Rabbi, to take the zulm away from our hearts, Ya Rabbi. To take the zulm out from this world, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking you to send the just ones back, Ya Rabbi. We're asking you to send the sultanate back, Ya Rabbi. To send the hilafat back, Ya Rabbi. To send Mahdi al-Islam, Ya Rabbi. To send our sheikh, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking you to accept our Ramadan, Ya Rabbi. Amen. To make our Jamaat to be more strong, Ya Rabbi. Amen. To be better ones in this Jamaat, Ya Rabbi. Amen. To be better ones for the service, Ya Rabbi. Amen. For the sake of this holy night, Ya Rabbi. For the sake of our Shaykh, Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Zülsü Hürmetine mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine, Ya Rabbi. Amen. Sahibinin hürmetine, Ya Rabbi. Amen. Sana sığındık, Ya Rabbi. Büyük şeyimizi, şeyimizin, Ya Rabbi. Dünya ahiret makamlarını arttır, Ya Rabbi. Amen. Şanlarını, şereflerini arttır, Ya Rabbi. Amen. Onların yüzü su hürmetine, Ya Rabbi. Şeyh Lokman Efendinin gücünü, kuvvetini, heybetini, şanını, şerefini dünya ahiret arttır ya Rabbi. Amin. Onun yüzü hürmetini bizleri gafletten uyandır, hazırda duranlardan eyle ya Rabbi. Amin. Şeyimizin hizmetinde bu kapıda ya Rabbi, hazırda temizde duran kullarından olmayı bizlere nasip emezler eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri ya Rabbi şeyimizin heybetiyle heybetlendir, nuruyla nurlandır, cemaliyle cemallendir ya Rabbi. Amin. Edebiyle edeplendir ya Rabbi. Amin. Mübarek günlerin, gecelerin kıymetini bilmeyi bizlere nasip emezler eyle ya Rabbi. Amin. Şeyimizin yüzü hürmetine bizleri affet, bağışla ya Rabbi. Sen Amin. Affı seversin, affedicisin ya Rabbi. Sana döndük, sana sığındık ya Rabbi. Ramazanın beraatını almayı bizlere nasip emezler eyle ya Rabbi. Ramazanımızı mübarek kıl ya Rabbi. Günahlarımızı affet, bağışla ya Rabbi. Sadakalarımızı, zekatlarımızı kabul eyle şeyhimizin hürmetine ya Rabbi. İftarlarımızı kabul eyle, sahurlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Teravihlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz ibadetleri şeyhimizin arkasında kılan ibadetlerle birlikte kabul eyle ya Rabbi. Şeyhimizin yüzü hürmetini Lokman Efendi yüzlerimizden, başımızdan eksik etme ya Rabbi. Kıymetini bilmeyi bizlere nasip emez. Sereyle ya Rabbi. Bizlere açmış olduğun bu güzel kapının kıymetini bilmeyi, kapısında samimi sadık duran kullarından olmayı bizlere nasip emez. Sereyle ya Rabbi. Bizleri senin sevdiğin kullarla haşır neşir eyle ya Rabbi. Sevdiklerinle haşır neşir eyle ya Rabbi. Seni memnun edecek işlerle bizleri meşgul eyle ya Rabbi. Mabayaniden ya Rabbi bizleri uzak tut ya Rabbi. Nefsimizin eline bırakma. Nefsimizin azabından, gazabından, şerrinden sana sığındık ya Rabbi. Şeyhimizin yüzü hürmetine yolumuzu aç, açık tut ya Rabbi. Küfrün tez vakitte yıkılmasını, hakkın tez vakitte zahir olmasını nasip emezsen eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, lezime lezi la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etubu ileyh. Tevbeten azim zansın şura Allahümme terbi la ilahe illa ente halakten minizden azıbıka mişeyin nazim. Ya Vahhab, ya Vahhab, ya Vahhab, ya Musabib al-Asbab, ya Mufatih al-Abwab, ya Mukhalib al-Kulubi wal-Aksar, ya Dalilun Tahayirin, ya Ghiyasim, Staghisin, ya Hayyul Qayyum, ya Zul Jalal wal Ikram, Bafirin. اللهم صلاة تنجينا من جميع أحوال الضعفاء والمساكين اللهم صل على محمد رحمة الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا غفر الذنوب ستر العيوب فتح القلوب آمين 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 والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شيخنا في الدلالية خاصة الرحيمة غسل حالك وجشرحنا في شمال سلطان أولياء شعب الله فزي مستعد شيخ سلطان مولانا محمد عزيز صاحب الصيف شيخ الفلوس يا رب.
الفاتحة. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قبل السنة إن شاء الله.